والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيدين جدا إن إحنا نلتقي بكم في هذا اليوم، وهو اليوم اللي إحنا محتفلين فيه باليوم العالمي للمرأة. في البداية بنوه لو الناس اللي بيشوفوا فينا في اللايف ده ما سامعيني كويس يوضحوا لنا عشان ما نتكلم وتكونوا أنتوا ما سامعيننا. إحنا في معهد الشرق الأوسط للاقتصاد المبني على المعرفة في جامعة شرق لندن في لندن، وسعيدين جدا يكون معانا يعني يزورنا اليوم ويشرفنا بهذا المكتب الشابة الإماراتية سعاد الحمادي، وهي سفيرة اجتماع الأمم المتحدة للشباب. وحنتكلم معاها مع انها هي لسه ما ادينا فرصه حتى ترتاح من سفرنا للمطار. سعاد انا بنرحب بك جدا، ومكتبنا اليوم منور وعامل بيك يعني. مشكور وما تقصر، مشكور وما تقصر. طيب اول حاجه كده كلميني، انت اللي كان مشاركتك في الاحتفال بتاع الجامعه هنا باليوم العالمي للمراه، كده كلميني على اليوم ده بيعمل لك شنو؟ مش لانك كمراه ولا هيك زول، انت ما شاء الله يعني مشاركه ونشيطه جدا على مستوى الامم المتحده، قال لك مسموع والصوت واضح وتشي سكول. طبعا الناس كلها عارفه اليوم ده ليه اسباب وشنو الناس بيحتفلوا بيه، ولكن انت البرسبكتيف بتاعك شو شنو الاحتفال باليوم العالمي للمراه يعني لك شنو يعني انت كسعاد؟ اول شيء مشكور وما تقصر بروفيسور على هذه الدعوه الجميله. طبعا انا الهمت والهمت من العديد من المتحدثين اليوم معنا في المؤتمر. يوم المراه العالمي نفس ما انت ذكرت بروفيسور، هذا يوم لازم نحن نحتفل فيه كل يوم مو بس اليوم، لجهود المرأة في المجتمع. وشيء جدا جميل نحن نشهد إنجازات كثيرة لشباب ويعني حريم من الوطن العربي، شيء جدا جميل نحن أيضا نتعلم منهم ونستفيد. فصراحة وايد استمتعت في المؤتمر اليوم. طيب نسألك، أنت سفيرة اجتماع الشباب للأمم المتحدة، وأنت ما شاء الله شابة عربية ومشهورة ومعروفة والناس كل شهدوك في القنوات التلفزيونية وغيره، عرفي كده كل الاخوان واخواتنا في العالم العربي الشباب المثلي، دورك شو انت في هذا الرول بتلعبيه كسفيره لاجتماع الشباب في الامم المتحده؟ الدور بتاعك شنو؟ قال لك التحيه للمراه السودانيه والعالميه، تمام، والاماراتيه لا السودانيه. دورك شنو في عرف الناس شنو يعني سفيره، ماذا يعني الرول شنو بتاع سفيره اجتماع الشباب للامم المتحده؟ الرول بتاعك شنو؟ أولاً مشكور ما تقصر بروفيسور. ورولي كسفيرة اجتماع الشباب في الأمم المتحدة، الهدف الرئيسي إن نحن نعرف الشباب العالمي والشباب في الوطن العربي باجتماع الشباب في الأمم المتحدة، وهذا الاجتماع يتم حدوثه مرتين في السنة على دورتين الصيف والشتاء. هدفه الرئيسي إن نحن نعرف الشباب أهداف التنمية المستدامة، ونعرفهم على ناس مثل ما يقولون pioneers في their fields من ناحية الاستدامة. والحلو في المؤتمر هذا أن كل سنة يكون له ثيم مختلف، مرة يكون عن الاستدامة، مرة يكون عن البيئة، مرة يكون عن المرأة، عن الشباب. فنحن نشجعهم أن يكون لهم صدى أكبر في خلق مشاريع مجتمعية تخدم المجتمع وأيضا تخدم العالم بشكل كامل. ممتاز. والمشاركة بتاعت الشباب من العالم العربي لما أنت مشيت في نيويورك وغيره يعني بتشوفيها مشاركة كبيرة، هل العالم العربي بيشاركوا فيه الشباب يعني بيعرفوا عن أهمية الأمم المتحدة يعني وضع الشباب العربي شنو في ما يتعلق بالمشاركة في اجتماعات ومشاريع الأمم المتحدة؟ صراحة في البداية في عام 2017 كانت مشاركتهم بقول أقل من الحين، ولكن الحمد لله أنا كنت راجع من نيويورك بشهر 2 تقريبا نص 2، ولكن استمتعت واستانست بالشباب العربي اللي شفته هناك. يعني كان في عنا الكثير من السعودية، من الإمارات، من مصر. صراحة كان شيء جدا جميل، وأنا هدفي الرئيسي في اجتماع الشباب أن أروج برنامج اجتماع الشباب الوطن العربي علشان يكون لنا صدى أكبر كشباب عربي بداية، وتكون لنا أيضا بروز في المشاريع المجتمعية اللي نحن نشتغل فيها علشان نقدر نبادل أفكارنا مع الشباب العالمي بشكل كبير، عشان يشوفون البروز كيف أن الشباب العربي بشكل كبير له حضور في الأمم المتحدة وله حضور في خلق مشاريع مجتمعية تفيد مجتمعاتهم وأيضا تفيد العالم. ممتاز. طيب يا سعد، ذكري قابلتك في دبي في نوفمبر في الاجتماع في اللقاء العالمي للشباب Global Youth Forum. Global Youth Forum. ودي نقطة ممتازة نزلك عنها، يعني من العالم العربي كنت جبتي من الإمارات، وفي بذكر
شابة من مصر, من مصر. وكان في شابة من السودان على ما أعتقد, دي كلهم كانوا موجودين. أنت بتعزي لشنو إنهم ما شاركوا ليه؟ مع إنهم عارفين في الشباب في السودان, في مصر, في الأردن, في غيره, يعني they are very active في الستارت أبس والإنوفيشن هاب والحياة دي. ليه بيفتكري مشاركتهم ما كانت كبيرة؟ مش في التحديد في الاجتماع ده, لكن عموما ليه ما نلقى منهم مشاركة كبيرة؟ ليه مشاركوا بصورة كبيرة؟ أنا أحس الشباب عندنا ما شاء الله عليهم عندهم طاقة وإيجابيين ومجتهدين, ولكن ما أحس إنه ممكن كان في تغطية كبيرة للإيفنت ومركزين على الشباب العربي, ممكن كان بشكل كبير على الشباب العالمي والأجنبي. فمثل ما انتبهت بروفيسور كان في مشاركات عديدة من أمريكا ومن روسيا ومن النيبال ومن الهند. أيوة. ولكن عدد صغير جدا كانوا عربيين, يعني ممكن ينعدون على الأصابع. أنا حتى كنت مستغربة من هذا الشيء, وأنا كنت يعني نحن يمكن اثنين متحدثات عربيات كنا. أيوة. اللي هي أنا ووحدة كانت معنا من مصر. ولكن بعد ما خلصت من الإيفنت وعرضت الصور على الإنستغرام ووريتها لأصدقائي وصاحباتي, كل حد قال إنهم ما كانوا يعرفون عن الإيفنت, هم كان جدا جدا بخاطرهم يشاركون فيه. فأنا أشوف أن هذه حلقة السوشيال ميديا أو نقول الإعلام, كيف ممكن يروج المشاريع أو البرامج الشبابية علشان يكون لهم هم بعد تغطية كبيرة عليها, وعشان يكونون عارفين الفعاليات اللي بتكون موجودة علشان يشاركون فيها من وقت. ممتاز يا سعاد. طيب بسألك سؤال خاصة بالذات المبادرة اللي انت قمت بيها وجيتينا هنا, ونحن سعيدين بيدي جدا, ويعني ناس كل يوم يعرف عنها حد, يعني حتى قبل الحصر المؤتمر كلهم يعني لقيتي أكبر نصيب في التصفير والناس أسألت فيهم شديد. المبادرة اللي انت قمت بيها اللي هي Hope for Opportunity, ممكن لو سمحتي أشرحيها لنا وللعالم العربي وللشباب العربي, وريهم كيف ممكن to get involved ويدخلوا معك في المبادرة دي. أكيد. هي المبادرة اسمها أمل لفرصة. المبادرة هذه بشكل كبير بدايتها تركز على توفير فرص تعليمية للشباب السوري من خلال تجميع الفرص التعليمية المتوفرة في الجامعات والمراكز العالمية, وأيضا خلق برامج تكون خاصة لمساعدتهم على التعليم. المشروع هذا كبداية راح يركز على الشباب السوري اللاجئين منهم واللي موجودين في كل مكان في العالم, ولكن بعدها إن شاء الله راح نركز على لاجئين من كل مكان في العالم. وأحب أقول للشباب الشباب العربي بشكل عام, إذا عندكم حلم تقدرون توصلوا له, وإذا عندكم فكرة أحيانا ممكن تكون مجرد في الأوراق ولكن باكر بتشوفونها مطبقة قدامكم. أهم شيء أنتوا تفكرون أن الله خلقكم في الدنيا علشان أنتوا تخلقون التغيير, وأهم شيء أنه يكون عندكم هدف. والحمد لله أنا سعيدة جدا أني أنا حصلت شغفي في مساعدة الآخرين وبدايتي مع مشروع أمل لفرصة, ومتأكدة أنه هي مجرد البداية, وأتمنى أن أنا ممكن ألهم العديد من القلوب وأساعد العديد من الشباب أنهم يكملون تعليمهم. يا سلام. طيب يا سعاد, سؤال, أنت ما شاء الله كل المشاريع اللي عرفنا عنك وقرينا عنك وشفنا لك حياة في التلفزيون, يعني من وين جاك الشغف بتاع حب الآخرين ومساعدة الآخرين؟ طبعا ده في كل إنسان فيه يعني مزروع جواه حب للآخرين, لكن أنت ما شاء الله يعني دائما, وخاصة أثر المشروع الجهوي بتاع أوفر أوبرتيونيتي ده, يعني كده كلمينا عن سعاد الحمادي دي اللي هي الأجانب اللي ما بنعرفه, من وين جاء الشغف ده؟ يعني أنت ما شاء الله سنين جيتينا من المطار للمؤتمر ده وبتسعي بشغف شديد جدا لمساعدة الآخرين واللاجئين والشباب وغيره, في شنو بتحس بيه في طفولتك أو في تربيتك أو في تعليمك؟ قد يكون كان هو الدافع أو من أسرتك, يعني أنت فيك أكثر من الموجود في الناس الباقيين اللي بنعرفهم. فمن وين جات الحياة دي؟ من رفع اللي دار تصل إلى شنو؟ هذا الكشف في الحياة بين اللي بيساعد الآخرين. أنا أشوف أن نحن كلنا نحب نساعد الآخرين ولكن ما تدينا الفرصة المناسبة, ولكن نحن ديننا الدين الإسلامي حثنا على مساعدة المحتاجين وحثنا على مساعدة الناس اللي تحتاجنا, وأيضا قادتنا في الدول العربية ما قصروا معنا, حتى ممكن نقول دولة الإمارات قادتنا يدعمون الشباب بشيء بشكل جدا كبير. فنحن كيف ممكن نرد هذا الجميل؟ يعني أنا من جانبي أشوف أن الله أعطانا الفرصة أن نحن نقدر نتكلم, أعطانا الفرصة أن نحن ندرس, أعطانا الفرصة أن نحن تكون عندنا فرص نتقابل مع ناس من جميع دول العالم, وأن نحن ممكن نساعد الناس الثاني. إذا مثلا الله لا يقول أنا كنت محتاجة في يوم من الأيام, شو ممكن بكون طالبة من شخص الله عطاه كل شيء غير أنه يساعدني ويشاركني شوية من العطاء اللي الله عطاه إياه؟ فأنا أشوف أن هذا الشيء اللي أنا أسويه ما أحس أنه عمل خيري ولا عمل تطوعي, أنا أشوف هذا شيء إلزامي ومسؤولية,
كل حد فينا لازم يفكر أنا كيف ممكن أساعد الناس في مجتمعي، كيف ممكن أساعد الناس في الوطن العربي بشكل كبير، أنا ممكن صوتي ينسمع أكثر من شخص ثاني محتاج، كيف ممكن أنا أستغل هذا الشيء في شيء إيجابي أخلي الناس في نفس الوقت يتأثرون منه ويساعدوني فيه. ممتاز. طيب يا سعاد، عشان السؤال اللي يمكن يطرأ نفسه، أكثر منطقة في العالم حسب تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي الشباب فيها يعاني من البطالة ولا يشتغل هي المنطقة العربية. والشباب عندنا في كل الدول اللي أنا شفتها في بيعانوا منهم، يقول لك إحنا عندنا شهادات وماجستير وما لدي شغل. والقصة دي حتى البنك الدولي يتكلم عنها ويناقش فيها، لأنه طبعاً الأعطال مشكلة كبيرة جداً في المجتمع بالذات وسط الشباب. فأنت في رأيك ليه عندنا أكبر يعني غدر من الأعطال في العالم هو في العالم العربي؟ أنت كشاب وكزورة ما شاء الله يعني ينظر مع المفتوحة على العالم وبتسافر وبتخش الأمم المتحدة وغيره، ليه في رأيك؟ مثلاً سمعنا بنعرف آراء البنك الدولي والأمم المتحدة والباحثين بنعرف، لكن رأيك كشاب زيك أنت ليه الشباب في العالم العربي عموما ليه فرصهم في العمل ضعيفه وليه معظمهم معاطلين عن الشغل في رايك؟ انا اشوف يمكن او ممكن تكون رسالتي للشباب العربي، لا تتريون الفرص تجيكم انتوا وتدق الباب، انتوا لازم تروحون وتدقون الباب وتدورون الفرص. مو معناته انا عندي شهادة بقعد في البيت الوظيفة بتيني، لازم انا اركض اسير اكثر من مكان ادور ابحث. اذا الله لا يقول الله ما كتبني اني احصل وظيفة، انا ابدأ مشروعي الخاص، اشتغل، اشوف الناس اللي مثلا عندها مشاريع اتعلم منها استفيد. السفر بحد ذاته بروفيسور يكبر من الانسان ويخليه عنده معرفة جدا كبيرة. العلاقات ايضا لها ايد كبيرة ان الواحد يحصل وظيفة يسوي شيء في حياته. وايضا بقول لهم لا تركزون على جانب واحد بس، الواحد مثلا اذا اشتغل في وظيفته يركز عليها 100% ما يبي يشوف الجوانب الثانيه. وانا اقول اشوف هذا شيء غلط، لان في اشياء ثانيه نحن ممكن نطور نفسنا فيها، واشياء ثانيه لازم تكون لنا درايه فيها. مو بشرط مثلا انا درست مجال معين واتركز في هذا المجال وما اطلع منه. في بعض الاحيان في منا يكونون دارسين تخصص معين وتطلع لهم وظيفه في شيء ثاني، انا اقول لهم خذوا الفرصه، هذه الفرصه يمكن ما تجي لكل حد، انتوا الله يحبكم ياب لكم فرصه حلوه اجتهدوا فيها. يعني نفس ما تعرف يقولوا لنا يعني اسعى يا عبدي اسعى معك، فالواحد لازم يسعى ورا اللي هو يبغى وان شاء الله الله ما راح يرده. والله شكرا لك جزيلا. انا حاسالك بس سؤال اخير برضو في علاقه الشباب، لان عندنا شباب كثيرين جدا يعني بيتابعوا قنواتنا دي كلها. البنك الدولي قال في اخر تقاريره جزء من المشكله بيقول انه الشباب اللي بيتخرجوا من الجامعات العربيه عموما في الميدل ايست، الجامعات قال يعني البنك الدولي في تقاريره بيقول الجامعات العربيه الكوريكولم بتاعه ومناهجها ما متناغمه مع الطفره الحاصله في العالم بالذات في 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 الديجيتال ريفولوشن. وبيقول انه يعني كان بيحاول وقال لك ما هو منهجك الذي تتبعه؟ قال لي ايوه، سؤال ممكن سؤال نزال من السؤال السائل ليه، ما هو منهجك الذي تتبعيه كسفير لتحقيق اهدافك واهدافك واهداف الامم المتحده؟ المنهج اللي استخدمه شنو اللي انت تتبعيه لتحقيق الاهداف بتاعتك وبتاعت الامم المتحده؟ والله المنهجيه اللي انا عايشه عليها حاليا احب لنفسي ما احب لغيري، البعد عن الإنانية بشكل كبير. يعني أنا جدا أستانس لما أشوف حد من الشباب اجتهد ووصل منصب في شيء جدا كبير، وحتى لو كان هذا المجال أنا أحبه أحب أشاركهم في إنجازاتي ونجاحاتي علشان أتمنى أنهم يلهمون ويسوون نفس الشيء. وجانب ثاني أحب أعطي دورات وأناقش الشباب حتى لو كانوا في عمر صغير، يعني من 15 أو 16 لين فوق 20، أشاركهم في خبراتي في البرامج اللي أنا سرتها في المشاريع اللي اشتغلت عليها، لأن هذه اللحظة هي يلهمون فيها يدورون حد يكون لهم نفس ما أقول رول موديل ولا عارض يستفيدون منه. الهدف اللي أنا ممكن أعرفهم فيه بأهداف التنمية المستدامة هذا شيء يخص الأمم المتحدة، ودوم أقولهم ابدأوا مشاريعكم اللي راح تفيد المجتمع كبداية، وهذا الشيء راح يخدم الأمم المتحدة أيضا بشكل كبير، لأن أنتوا الحين ياسين تروجون عن أهداف التنمية المستدامة وهذا شيء جدا مهم. ونحن عندنا في الوطن العربي هذا الشيء راح يكون جدا مهم إذا عندنا الأطفال حتى بعمر صغير عرفوها. تخيلوا كم من مشاريع والدراسات والأبحاث اللي ممكن يسوونها لما يكبرون. أنا دوم أقولهم نحن ممكن هذه الفرص ما جتنا لما نحن كنا صغيرة،
بس ولكن ناخذ في عين الاعتبار نحن دولنا العربية اتطورت بعمر جدا صغير. الغرب والأجانب عندنا من آلاف السنين كانوا يتطورون، بس ولكن نحن الإنجازات اللي وصلنا لها تعتبر إنجازات استثنائية أصلاً. من بعدنا نحن دول صغيرة، ولكن الحمد لله قدرنا نقدم الكثير، وبعدنا نحن في مرحلة التطور، فهذه مستحيل تكون البداية، هاي مجرد البداية لنا نحن. طيب كنت هرجع لسؤالنا بتاع الجامعات ده، لكن طالما انت ذكرت قسمنا البلدان الصغيره وتطورت، ناخذ الامارات كمثال، هي ما بلد صغيره لكن تطورت بس هي على مطاف الدول العربيه. ليت متى بتشوفي او بتري من وجهه نظرك انه الشباب، دور الشباب شنو في ما حققته الامارات في نجاحات على مستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي؟ هل في دور كبير للشباب لعبوه في هذه الطفره اللي حصلت في الامارات مثلا او في الدول في العالم العربي؟ طبعا اكيد. ودينا مثال، اذا مثلا بغينا نركز على دوله الامارات، انا متاكده العديد يعرف ان احنا عندنا في دوله الامارات عندنا اصغر وزيره في العالم معالي شم المزروعي. هذه الوزيره ما شاء الله عليها استثمرت العديد من وقتها ومن ايامها ومن اجازاتها في خدمه الشباب في الدوله، ونفس ما ذكرت قادتنا في دوله الامارات قاده استثنائيين. عندنا العديد من الوزراء في الدوله اعمارهم جدا صغيره، نهايه العشرينات لبدايه الثلاثينات. هذا بحد ذاته نحن لنا كشباب يعطينا اكبر مصدر لطاقه ايجابيه ان نحن نجتهد ونعرف في النهايه ان لنا تقدير وكلامنا له قيمه. فالحمد لله حتى المجالس الشبابيه اللي تم انشاتها معالي شم المزروعي في جميع الامارات لسمع صوت الشباب والاخذ في احتياجاتهم، ايضا لخلق استراتيجيات للشباب هم اصلا خالقينها لنفسهم، هذا بحد ذاته يكمن صوت الشباب وايضا يمكنهم بشكل كبير. طيب سؤالنا الاخير ليك عشان ما نطول على كثير، البنك الدولي زي ما قلت لك بيقول انه الجامعات في منطقه الشرق الاوسط المناهج بتاعت الجامعات العربيه ما مواكبه وملائمه تماما من الطفره الحاصله في العالم فيما يتعلق بالتكنولوجي والنقله التكنولوجيه والديجيتال ريفولوشن. لتحد انت بتشوفي جامعات في العالم العربي انه كلامنا صحيح، هل بتشوفي جامعات في العالم العربي متابعه للحاصل في العالم، يعني بتخرج خريجين هم فعلا قادرين انه يستفيدوا من هذه الطفره في الدوله؟ ده بالضبط السؤال اللي قاله البنك الدولي، قال الخريجين في العالم العربي ما مستفيدين من الطفره في العالم في التكنولوجيا لانه جامعاتهم الكوريكولم بتاعها ما ماتشنج الحاصل في العالم. انت رايك شنو في الكلام عموما مش الامارات؟ انا ممكن باخذ الموضوع لشيء شخصي طبعا، على خبرتي انا ممكن ضد المعلومه هذه لاني انا متخرجه من جامعه عربيه. أيوة. متخرجه من كليات كليات التقنيه العليا في راس الخيمه. أيوة. دوله. نعم. الامارات، والحمد لله نفس ما نذكر الكليه او الجامعه بشكل كبير ما راح تكون شخص كامل بشكل كبير، هي راح تعطينا بس الفاونديشن نفس ما يقولون الاساسيات ان الواحد يطور من نفسه، ولكن الاشياء الثانيه انا اشوف ان هي مسؤوليه الطالب، مسؤوليه الشاب انه هو يمكنها. هي بتعلمني مثلا المدرسه تعلمني القرايه والكتابه، بس ما بتحكم علي بعدد الكتب اللي انا بقراها، هذا الشيء لازم يكون راجع لي انا، اعطوني ورقه وقلم اني انا اكتب، ما بيحكمون علي عدد الاوراق او عدد الصفحات اللي أنا بكتب عليها، هذا الشيء كله يكون راجع للطالب ولا للطالبة في نفسها. أنا الحمد لله طورت نفسي يمكن، ولأن كنت من كان عمري 19 سنة كنت أروح برامج تدريبية خارج الدولة أتعلم من الدول الثانية والثقافات، وكان عندي أصدقاء من كل مكان. أحس هذا الشيء بحد ذاته يطور مهارات الطالب ويطور مهارات الشاب بشكل كبير. طيب شكرا لك يا سعاد. سؤال اخير، انت ما شاء الله تسافر طوالي وتمشي الامم المتحده ولندن وفرنسا، يعني انت محتكه بالشباب على مستوى العالم، غارلينا ما بين الشباب العربي والشباب اللي قاعد تقابليهم في كل احتكاكاتك العالميه اللي كان في نيويورك كان في فرنسا كان هنا، يعني تشوف الشباب العربي تطلعاته وافكاره وثقافته وفهمه لهذه الدنيا، زي الشباب اللي بتقابليه وانت من فرنسا وروسيا يعني هل من شبابنا زي هؤلاء الشباب ولا تحس انهم يفتقدون بعض المقومات اللي تخليهم ينجحوا على مستوى العالم؟ انا اشوف مبدئيا في اختلافات من بين المجتمعات ومن بين الدول، مثلا نحن عندنا في الدول العربيه كلنا نتحرك كعائله واحده كترايب واحد ممكن نقول، ولكن في الدول الاجنبيه كل حد يمشي بروحه. في الدول الاجنبيه الشاب ولا الطفل من عمره صغير يتعود انه يسوي كل شيء بروحه، فلما يكبر يكون انسان معتمد على نفسه وعلى ذاته، ولكن في الدول العربيه نحن عندنا كلنا نتحرك كمثلا عائله واحده، الاخو والاخت وكلهم ايد يعني ايدهم في ايد بعض.
هذا الشيء ممكن في نفس الوقت يقلل من مهارات الطالب أو يقلل مهارات الطفل، ولكن أنا أشوفه هذا حتى ممكن يكون شيء إيجابي. هي فكرة الواحد كيف ممكن يحول نقطة ضعف عنده لشيء إيجابي. مثلا في الغرب الواحد من عمره صغير يعتمد على نفسه في كل شيء، ولكن الحمد لله في الدول العربية نحن نعتمد على أهلنا، أمنا وأبونا، ونكون ساكنين معاهم. ولكن أنا حتى رسالتي تكون بشكل كبير، أنت كيف ممكن تخلي أمك وأبوك فخورين فيك لما أنت تكبر؟ كيف ترفع من شأن مجتمعك؟ كيف ترفع من شأن قادتك ومن الناس اللي ربوك؟ الدول الأجنبية ما عندهم نفس اللي نحن عندنا. ونرد نقول في الدول الأجنبية صح يكون عندهم فرص، بس نحن في الدول العربية عندنا الإسلام، عندنا قادة، عندنا أشياء كثيرة نحن ممكن نستغلها لجانب إيجابي، وجانب ممكن نحن نرتقي فيه بشكل كبير. والحمد لله نحن الدين الإسلامي الحنيف علمنا على أشياء كبيرة من عمر صغير. نحن ممكن نشوف، أنا أشوفنا نحن متطورين فيها بشكل كبير، بس نحن كيف ممكن نستغل المهارات اللي موجودة عندنا علشان أيضا نطلع في الإعلام بشكل إيجابي قدام الغرب وقدام الأجانب، يشوفون العرب كيف تفكيرهم، شو إنجازاتهم، شو مسوين. أنا أشوف نقطة أن الواحد يطلع من قوقعته اللي هو خاش عمره فيها ويستكشف ذاته. طيب نحن حقيقة سعد بدنا نطول عقدي، شكرا جزيلا وسعيدين بك جدا، ونحن حقيقة تشرفنا بك تزورينا، ودي ما ونرى تزورينا الشاب المفخر لكل العالم العربي سعاد الحمادي سفيرة اجتماع الأمم المتحدة. وإن شاء الله بقوله يعني نشوفك تاني، ونتمنى لك النجاح لكل مبادراتك ومشاريعك بالضمير. مشكور، شكرا لك جدا، نتمنى لك غابة طيبة في لندن إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك.